الكبد الكلاوي على النار انا اديت لها شيشه ميه لان هي غير الكبده كلاوي شويه حطيت لها شويه ميه صغيرين عشان السوى تاخد في السوى شويه فحطيت لها شويه ميه وبغطيها. جميل. انا مش هحط الرز بعد ما بتستوي بتحط بشيلها اخليها على جنب اصفيها من البيون والبهريز ده وانزل بالرز في قلب الطاسه تاني اقلب الرز أوكي. مع شويه قرفه مع شويه بهارات الرز استوى وقرب يستوي خلاص ننزل بالكلاوه على الوش كده ونغطيه يتكمل بس هي تاخد نفس بهاريز نفس بهاريز الكلاوه بس هنسيبها شويه تاخد غلوه. طيب نيجي للكشك بتاعنا. يلا بينا. ايه رايك في الكشك ده كده خلاص؟ ايه رايك نغرفه؟ رائع والله. حضرتك اللي تغرفه لنا بقى. يا سلام. انا جاهز الطبق والقوام بتاعه ده حلو عشان لما يبرد ما يبقاش ايه سميك. هو ده شفتي ده كده؟ نقدر نغرفه بقى ونحط له البصلايه بتاعته المقرمشه الحلوه. السر كله بقى كمان الطعم في البصلايه دي يا شيخ. البصلايه المقرمشه بتدي في طعم رائع بصراحه. استاذه شروق هنستاذنك تغرفي لنا الكشك عشان الكشك ده من المطبخ الصعيدي وانت اكيد بتحن للصعيدي الجميل. بتسافري في الاجازه؟ والله بقى لي كتير قوي بقى لي سنين ما سافرتش بس كنت قريب في زياره سريعه كده. حلو. اتفضلي كده التصعيد. بس زي الفل. اتفضل. احنا مش بنقلب احنا بنغرف. بنغرف. احنا نختلف عن الاخرون. ايوه. قولي لي بقى بمناسبه السفر. ايوه. اكيد حضرتك بتسافري كتير. سافرت. رمضان في بره حضرتيه مره يعني؟ الحقيقه انا جه عليا مره قضيت جزء كبير من رمضان في دوله اوروبيه والحقيقه لا طبعا جو رمضان في مصر لا يقارن ولا يعني ما ينفعش حتى يعني ما فيش حاجه اسمها رمضان بره مصر. لا رمضان في مصر حاجه يعني تانية. ده اللي انا اقدر اقوله يعني لك. بصي يعني الناس كلها بتيجي تقضيه هنا في مصر طبعا طبعا حتى الناس كلها فعلا زي ما انت بتقول كده من الدول المختلفه رمضان بالنسبه لهم في مصر لا حاجه تانية خالص واجواء مختلفه واحنا اصلا شعب بيحب الطقوس وبيحب ومتمسك بيلتزم بيها يعني بالظبط كده يعني تتورث لاجيال ثم اجيال. خلينا بس نوجه تحيه بالمناسبه لكل اهالي المطريه ويمكن انت شفت يا شيف اكبر وليمه في العالم في الدنيا فين البلد اللي بيتعمل فيها الكلام ده كلهم يفطروا على سفره واحده والصحبه الحلوه دي للناس اللي عارفين بعض واللي مش عارفين بعض والكرم والضيافه والحب والفرحه بتاعت الشهر الكريم. وانت عندك الحاجات دي بتشوفها كتير في الاحياء يعني المصريه في الشبرا يعني في المناطق كلها دي اجواء مصر المختلفه اللي مش ممكن تلاقيها في اي حته تانية يعني. مظبوط. والدليل على كده عندك الخمس ايام الاولى والعشر ايام واعتقد كله عزايم يا نتعزم يا نعزم ده حقيقي. عشان كده ده السؤال الاول لينا على طول على عازب ولا معزوم؟ نعم عازب ولا معزوم؟ ايوه انت معزوم امتى بقى يا شيف؟ ايه رايك في شويه الرز الحلوين دول؟ الله خدوا طعم القرفه ازاي؟ حلو قوي. ايوه ايه الطبق المفضل للاستاذه شروق اول ما يجي الشهر الكريم وتطلع الرؤيه انا بكره هاكل كذا من ايد مامي؟ بص احنا بما انك انت بتتعزمي يعني احنا اول يوم بصراحه بيبقى عندنا اصناف كتيره قوي مختلفه يعني بقى كل واحد بنلبي يعني كل طلبات افراد الاسره اللي بقى في اللي بيحب طبعا السمبوسه والجلاش والكوبيبه والحاجات دي اساسي معانا ورق العنب والبط الكوبيبه ملوخيه مش قادره اقول لك ايه تاني كان معانا ملوخيه بالفراخ البلدي المحمره يعني دي اغلب الحاجات اللي كانت موجوده اول يوم معانا في سفره اول يوم رمضان دي اساسي موجوده طيب لما بتروحي ماما تيجي تزورك ربنا يخليها لك يا رب تحبي تاكل من ايد الاستاذه شروق التلميذه بتاعتها ايه؟ احنا هنحط البصل فوقيه هنحط البصل طيب بقول لحضرتك ماما تحبي ولا تاكل من ايدك ايه؟ طيب انت عايزه قولي لي عايزه ايه؟ احط على طول احط البصل على طول طيب انت كدك في البيت عندك طيب هو الكشك انا عشان بس الجلافز عشان بكمل القطايف برافو لا انت استاذه ورئيسه قسم هي مش عايزه يا اخوانا تقرب للبصل بايديها علشان بتلف قطايف بالظبط كده اتفضلي تسلم ايدك يلا شفتوا الحاجات التركيز ده مطلوب طب احنا عايزين ندي تركايه كده للساده المشاهدين يا شيف البصل ازاي نحافظ عليه مقرمش وكريسبي كده يا سلام انا عارفه بس يعني تطلع منك انت للناس احلى مني اكيد شفت